من المعروف أنه لما تغرب الشمس بمكان معين فهي تشرق بمكان آخر، وخلف كل نهاية هناك بداية جديدة. فإذا كنت من الأشخاص اللي تعرضوا للإهمال أو للاختفاء المفاجئ من شخص كنتوا تحبوه أو كانت علاقة كتير مقربة بينك وبينه، فأولاً وقبل كل شيء وقبل أن أقول ما هي الحيلة اللي معنا إياها لليوم، بدي منك شغلة كتير مهمة، إنه مش دايماً أنت تحط الحق على نفسك وتعتبر حالك إنه أنت اللي بتشكي من علة أو صفات سيئة أو صفات سلبية معينة لهالسبب الشخص أهملك أو تركك أو اختفى فجأة من حياتك. فبدك تبتعد عن جلد الذات، عن المازوشية، وهيدا كتاب المازوشية فرجيتكم عليه بالسابق. المازوشية هي لما نجلد جلد الذات، يعني نحن المخطئين، نحن لو ما نكون عملنا شيء سيء أو شيء غلط هيدا الشخص ما كان أهملنا، أكيد المشكلة فينا. سواء كنتم نساء أو رجال، بدي منكم أولا وقبل كل شيء أن تتوقفوا عن جلد الذات. طيب شو السبب؟ لماذا يتوقف عن الاهتمام أو بخفف اهتمام أو بيختفي فجأة؟ في عدة أسباب حكينا عنهم بحلقات سابقة، ولكن اليوم رح أحكي عن سبب كتير غريب وعجيب ولأول مرة بتسمعوا فيه، لأنه هيدا السبب ممكن يكون يتعلق بالشخص المختفي، ألا وهو أنه هيدا الشخص نوع من البشر. وبرجع وبعيد وبكرر عن الفروقات الفردية، في نوع معين من الشخصيات ما عنده القدرة على المواجهة أو عنده خوف من المواجهة، بمعنى أنه هيدا الشخص انزعج من شيء معين لسبب أو لآخر يتعلق بظروفه الخاصة أو بظروف نفسية أو حتى هو بتربيته وبتكوين شخصيته. منه من النوع الأشخاص اللي بيروح ودغري بيواجه أو بيقول على أي شغلة تضايق منها، سواء بتتعلق فيه بظروف خارجي عن إرادته. هذا الشخص بيهرب وبيختفي وبيخفف اهتمام لأن عنده فوبيا من المواجهة، ويمكن بالفعل في مشاعر، ويمكن بالفعل هو مش خائن وهو مخلص، ولكن عم نحكي عن شخصية نوعا ما مرضية. حكينا عن الفيلوفوبيا، رهاب الحب، واليوم عم نحكي عن رهاب المواجهة. طيب هون انت كيف بتتصرف بهيدي الحالة؟ يعني الحيلة بسيطة للغاية، وهي فقط انك تتوقف عن ملاحقة هيدا الشخص، وتتوقف أيضا عن جلد ذاتك، وتتوقف أيضا عن السعي وفك طاقة الانتظار والإصرار. الانتظار والإصرار لما أنت تحاول تسترجع أو تسترد شخص توقف عن الاهتمام بك، فهيدي الطاقة سلبية إلى أقصى الحدود، وبتنعكس عليك بإهانة ذاتية، بأنه تخرب لك كل حياتك، تخرب لك حتى شغلك وكل أمورك الشخصية. تاني نقطة، لا تكن طيبا وكن أنانيا. لا تكن طيبا، وهي تكملة أيضا للتوقف عن جلد الذات، لأن نحن لما نجلد ذاتنا، لما نعتبر حالنا نحن المذنبين، فنحن رح نصير نسعى دايما للاعتذار، عفوا بليز رجع لي وآسف وبعتذر إذا غلطت، طيب وقلي شو غلطت بحقك. هالأمور كلها نوع من أنواع طيبة القلب، وهيدي طيبة القلب مرفوضة كتير بهيدي الحالة، حتى إذا كانت المشكلة مثل ما قلنا بفوبيا المواجهة عند الشخص. طبعا إذا كانت مخطئ فيك تعتذر، ولكن بهيدي الحالة اللي أنت مش مخطئ، لا تكن طيب وساذج ولطيف، بعتذر على التعبير زيادة عن اللزوم. كل اللي عليك تعمله إنك تحفظ نفسك وتحفظ كرامتك وتحفظ نرجسيتك، النرجسية الإيجابية مش النرجسية المرضية. وأنا حكيت وقلت إنه النرجسية اللي هي حب الذات والثقة بالنفس تختلف عن النرجسية اللي هي حب السيطرة والتملك وإزاء الآخرين. كيف يعني إنك تكون أناني شوي؟ يعني تعمل أجندة لأولوياتك، تركب أو ترتب أولوياتك بالحياة ومسؤولياتك واهتماماتك بطريقة تكون
مفصولة عن الشخص الآخر مهما كانت غلاوته ومعزته عندك، مثل ما هو ربما فضل أعماله أو أشغاله أو أمور تانية عليك وبسببها أهملك أو بطل يهتم فيك، لا أنت أيضا شو ناقصك ما يكون في عندك اهتمامات وأولويات ومسؤوليات وأهداف بترتبها، وهي اللي بتكون عم بتأمن لك الاكتفاء الذاتي، مش الشخص الذي تسعى لإرضائه بشتى الطرق وهو ربما لسبب أو لآخر يتوقف أو يختفي أو بعاملك بطريقة مش منيحة. لا أحد يهتم بك، صدقني. أي شخص بحاول يتقرب منك بتلاحظ صار يحاول أنه يكون على علاقة أو تواصل معين معك، هيدا الشخص صدقني شاف عندك استفادة أو مصلحة معينة ممكن هو يستفيد منها، فيها تكون مش دايما مادية، فيها تكون معنوية، فيها تكون خدمة معينة. ما في حب صادق وصافي من يعني ومن دون هدف إلا حب الوالدين. لذا بدي منك شغلة كتير مهمة، بدي منك تعتبر نفسك فرصة، فرصة لا تتكرر، ومن يستحقك هو الذي يحافظ عليك. لا يهم إن خسرت كل شيء طالما أنك ربحت حريتك. قمة الخسارة هي لما تشعر إنه شخص معين قدمت له كتير وضحيت لأجله كتير ولكنه لم يقدر هذا العطاء وهذه التضحية، سواء كان العطاء مادي أو معنوي، فما عليك إلا إنك تتوقف بكل بساطة عن هيدا العطاء. ولكن أهم شغلة بتخسر فيها نفسك هي لما تروح وتقله لهيدا الشخص أو تمننه وتقله إيه أنا عملت لك وأنا جبت لك وأنا ضحيت من أجلك، يعني تربحه جميلة. هون أنت عم تخسر نفسك وعم تخسر عطائك وعم بتبين صغير أكتر بنظره. فما عليك سوى أن تتوقف بصمت من دون ما تروح تمننه وتربحه جميلة. وتذكر دائما هذه المقولة من كتاباتي الخاصة، بتقول قمة الربح حين تربح كرامتك وتخسر من كان ينوي أن يسلبها منك. أذكى شخص على الإطلاق وما في أذكى منه على وجه الأرض هو الشخص الذي يمتلك هذه المعرفة. هيدي المعرفة هي أن تعرف حدودك.